الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا إنا مبهورون بإعجازك لأعدائك وسلطانك الكريم وسلطانك الرحيم وسلطانك المعذب لكل لئيم ما لم يرجع إليك يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان. الآن إن شاء الله تعالى سنحاول مقاربة بكل جد وكل فخر وكل اعتزاز بعض آيات من سورة النور وما أدراك من سورة النور. The Lumière, The Light. نبدأ بآية 11، وهذه الآية دي كانت رجة لبعض المسلمين عند نزولها، لأن المفسدين في الأرض وعلى رأس كبير المنافقين في المدينة، ومن ورائه بنو صهيون، ومن ورائه عرب لم يهضموا الخذلان أتى الإسلام به عليهم، ف رتبوا أمور حتى يؤذوا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في أمنا عائشة عليها رضوان الله، بنت ثاني اثنين ذوما في الغار عليها رضوان الله. لو الأمة كلها إيمان ويوضع في كفة، وفي الكفة المقابلة إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا غلبت تلك الكفة الأخيرة. صديقة بنت صديق عليه رضوان. نأخذ الآية وما بعدها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي عصبة شر منكم، من يظهرون الإسلام، وما أكثرهم هذه الأيام. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم، أو لا تحسبوه شر لكم، اللي خطوه مش يرجع علينا بالخير، خلنا احنا نعرف كيفاش نواجهوا الأكاذيب وأباطيل الأعداء اللي لا ريمور كي كور نو بو فرابي كو لي كومونديتير. يعني كان السبب في الإفك هذا هو اللي مش ينال العقاب من الرحمن، هو الرحمن ومسقوطيتك وصلت روحك باش يعذبك عذاب ما لا قبل لك به. وتمناوا يا توانسة ومصريين الخاضعين للإسلام، تمناوا أن تعودوا للرحمن قبل ما يحق عليكم القول. تمناوا ما هو كنتم مكثروا تمني، ما يمشيش تمنيكم لهذا الاتجاه، تمنيكم أن يرحمكم الله ويرجعكم إليه ويبدل سيئاتكم حسنات. لماذا؟ ترى نهاية في الحمق، ونهاية في التشبث بخطى الشيطان اللئيم الملعون المرجوم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم، طمأن من الرحمن المؤمن الذي يؤمننا، وهذا اللي يخليكم نهار كل تحاربوا فينا، لأنكم تعرفوا في خلال ما يقينياتكم بين ظفرين اللي احنا دائما متوقين عليكم في كل المجالات، حتى في السحر. عنا السحر الابيض يكسر السحر الاسود بتاعكم، او السحر الاحمر يقعد يلهب فيكم في النار. يا حبيبي ويا حبيبتي ويا هوا ويا ليل، واذا ترى الليل اللي ما لا يتلاوي كلب، لا تروا غير سبيطة. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. وهذا يغير أعدائنا سواء كانوا الظاهرين أو المختفين، هما على حد سواء من أهل الجحيم والعياذ بالله ما لم تستقم أحوالهم مع رب العالمين. بل هو خير لكم، وهذا نقول موتوا بغيركم، الذي قال تحرك بالألم وبالخيبة كلاب وكلبات تونس، قالوا شو منها
موتوا بغيظكم. إلا موت بغيظك تنتني مغتاظ علينا، تزورن بالألمان غضبك موجه لينا. لماذا وكم وش حسد من عندي نفسك المريضة في قلوبكم مرض؟ ولهذا كانت تزورن ما أنا شلقن كفار good 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 good. او الله او الله. ولا لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم. عبي عبي اعلى الله فيك ونشهدوا عليك، ولكن تشهد عليك نفسك وجوارحك وقلبك وعقلك. ان بقى لك عقل، يعني عقل يوظف في الخير، هو معطل ما يتوظف كان فيما أراده الشيطان من اللئام. نعود لما لا تمل منها الآية دي. إن الذين جاءوا بالإفك، أي يصفكم على حالتكم الحقيقية، ولهذا لفوا دورا معنا ممكن يتعدى مما الله، لا تخادعون الله والله يخدعكم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهم لهم من الكيد متين يأتيك مناسبة الفتك، إرادة الفتك بنا، لكن خليك تمشي وما يعطيك عس من حيث لا تعي سي دي فاسون سودان تري فيولون زادا. فوالا نو سوم دو كوتي دو لا فيولونس لوسك اون فيولونس دوفيان كيك شوز دو نيسيسير. Nous aussi, nous avons droit à la sécurité, nous avons droit à l'assurance divine, nous avons droit à la liberté contre vos flots de complots. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا رب يقول يا ناس فيكم انهضوا، فكروا في كلام الله. قاعدين نهار كل تذيبنوا ونايشينكم فوق رؤوسكم وفوق كتافكم وانتم في العمى والسماء يا اهل. قال مسلم ورايه اسلاميه تخفق، ما رينا حتى رايه، رينا صلعم ورينا السقط والقط والغرور والهذيان الا من رحم ربنا. ولهذا الكم متاعكم لا يفيدكم في شيء، بل سيكون سبب تغييس حياتكم في الدنيا والاخره. لستم من الاسلام بشيء ما دامكم ما تنهضوش وتخشوا كان ربي. الله حق ان تخشوه، والله بيده الملك كلية، ولا يقبل اي شركة اي شركة، وليس بحاجة لخلقه، بل كل الخلق بحاجة اليه سبحانه وتعالى. ما يقضي حوائج الا الله، وما يحمي الا الله، وما يقرب الا الله، ما يبعد الا الله، وما يسقط المولى يجعل أصحاب الإسخاط هم في الإحباط إلى قيام الساعة، وبعد إحباط الأمر من الأول. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. تيتورمون سلون فونكسيون دو تي ديبوار. Soyez sûr de ça, parce que Dieu il est juste et son jugement il est impartial. Il ne voit pas nos couleurs, nous non, non, mais il voit notre profondeur. Allah la yadur la surikum lakum kulub alati bayna jambaykum. Maktasaba mimma ya rabbana, mais il a l'athm, il a accumulé beaucoup. De péché, il va dégringoler au fond de la gêne. Et quel mauvais sort. Balouwa khayru lakum li kulliyem re'imnum. C'est individu par individu, ces gens-là, ces salauds-là, ces criminels de haute taille ou envergure. Balouwa khayru lakum li kulliyem re'imnum maktasab al-ithm walladhi tawalla kibra wa liqadi. يقود في القافلة دي متاع حرب الإسلام، وهم الصهاينة ومن اتبعهم من أراضي العرب الكرب، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
قالك انت بارتيكوليرمون توا لو سالو نيميرو 1 tu auras la récompense négative, une rétribution très douloureuse à toi, toi et toi seul. Il y a la fouraïnette, مثل le kalb المصري, ou le kalb السوري, ou le kalb اليمني, ou le kalb شبيل العرب, إلا من رحم الرب. فهمني الكلهم فريعينات وعندهم ربي خص ما أنا خص لهم عذاب يليق بمكر بنا وبحقدهم علينا وبعدوانهم على الإسلام ولو كان مثقال ذرة أو ما أنا مدة نانو ثانية. والله جتفو جتفو بوزالي الكاسكي سي بو كاسيلا. والذي تولى كبره منهم لو عذاب عظيم. بيان سور لازم يدوم كلب لو شيف دو لا دو كومبلو il doit avoir une vie longue pour accumuler beaucoup de péchés. Lot, great lot of sins. He is a great sinner. لولا إذا سمعتموه أو ربي كيفاش بدرجيته باش يصلحنا ما وقفنا مع أعدائه وأعدائنا وأعداء رسولنا الكريم عليه الصلاة والتسليم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. وقت تسمع من دعاية مغرضة ما كان فكرة الإجاب عندكم أنتم مؤمنين حقا. لذلك وقعت تقول أنت لي كومبلو كل المؤامرات كلها وقعت لأننا على خير والناس أخرين قاعدين يتعذبوا كيما الكلاب التوانسة المنافقين تو. راهو الإسلام قاعد يعود شيئا فشيئا وبعد مش يدخلوا الناس التوانسة في دين الله أفواج. هذه الصورة أو التوقع ينغص عليهم حياتهم فيستفزهم فيزيدوا في الطنبور نغمة فيزيدوا يتحايلوا في الكلام وينمقوا الكلام باش يقدرونا باش يخونونا باش يجونا من قفانا والمجر. لكن هيات الذي يحمينا هو الله ونظن بأنفسنا خير لأن الله اختارنا باش نكونوا من خير المؤمنين في هذا العصر اللئيم لأنه أهلهم اللؤماء ليس هو في ذاته. العيب فيكم يا كلاب إذا كان اليوم نقص حياتكم نهار الكل تقولوا الخبز مرة ونهار الكل الجوع والمال بلا حساب. لكن بلا حساب وراه حساب يا كلاب مستسلته ولا سرقاته والنهب وكذا على حساب المغفلين والضائعين فيها ما مش فاهمين ان الاسلام يجعلهم اهل حق واهل عز واهل تمكين. هل ما حد شيء مخليه يتخذ الله لا يركب فاس على هراوة. احنا قلوها هذه في علاج هذا البارادوكسال مفارق لعل يأتي بنتيجة وهذا جربناه وفما نتيجة لا بأس بها وهذا يبين لعملنا كله صالح بفضل الله وبركات الله وبتأييد الله وبإرادة الله وبخير الله وبرحمة الله. قال ربي سبحانه وتعالى عنا لولا إذ سمعت أي في كل لحظة تسمع إفك من هذا القبيل ومن غيره لولا إذ سمعتموه ظن المؤمن أي يعتقد المؤمن بكل ثبات مش قال أكيد أكيد في ماذا ما لا تعلم عن الأمر أكيد أم لا شنو أكيد منين جاك العلم أنت مجرد مدعي وخاصة كل هاك النصارى يعاودوا أكيد والمصيبة اللي وظفهم مش عارف اللي مش يخلي الناس تنبر من بواطات نتاعهم سون كريدا أو قناة ما كنتش فاهمين العائلات هذوكم مش يجنيو عليكم حتى الاختيار ما تعرفوش تختاروا انتوا في عصر ما فماش مذكم في الاختيار ودقة التثبت في الاختيار هاكم التخريب فيها في الاختيار هاكا جبتوا كلي تمعوق وجبتوا اللي نهار كله توري في مفاتنها يلقدر خخصت عندك نفسك حتى وليت تعطيها أكلة للزونات في عينيهم والأنفسهم المريضة. يا ناس اتخذتوا راكم وكلي في الإذاعات
ينمكوا كلام الصباح او عنا ليكم المزيكا او عنا ليكم ما يفرح وما يثلج الصد، ما عندكم كلمة ينغس ويمرض الناس العقلاء حتى يدخلوا في حيرة من أمرهم، هل أنتم مسلمات أم أنتم منافقات؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات. شفت الرب كيف يعدل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المعيار الوحيد في الإكرام هو أنت، هل أنت من ضعف أم من مسخين؟ يا أهل بورقيبة ويا أهل بن علي الكلام. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا تعليم تعاليم إلهية احنا نأخذ بها وأولى بها. منكم جميعا انكم جهلاء وقبل الحياة مع الرحمن رب الأرض والسماء. لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وشهدنا عليكم اللي هذا مكشوف، اللي هو كذب ماذا وافتراء مفبرك منكم انتم. لا تفورجي بار فو لي سالو، بار فو لي سالو جي دي فو باسكو فوزيت بير كو لي فو. وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة. أو هنا يعجزكم يا كلاب، ولك الحساب يستنى بيكم النوع هذا. لولا جاءوا علي بأربعة، انتم وانتم ببالكم وزرفتوها المؤامرة والتشويه والدعاية المغرضة. قالك ربي وش قالك؟ لولا تبادي إذا كان أنت فعلا تبرعك من الصادقين ولك مصداقية ولك شجاعة في البثمة في صدرك المريض. هذا المريض سوسون دي سالتي كلها نجسات. لولا جاءوا علي بأربعة شهداء، وما هم رجال ونساء موش نساء، كيمشي هكا يبرز ويقول لك أنا نشهد لي الأمر وقع كما قلنا وذكرنا وأنبأنا. ها يسوع هو ربي قال لولا جاءوا علي بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء، وهذا حقيقتكم خذركوكم مخفيين بالجبل بمكان أني ما حتى واحد منكم يظهر حتى ملا جزء من أنفه اللي هو سيطمس الله ويرغمه ويعذبه ويشويه ويحرقه باستمرار. شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك، وربي البوانت صندوق ديفان يقول أولئك عند الله هم الكاذبون. إذن صنع في مونتور وجود ديو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفرتم فيه عذاب عظيم. قالك ربي لولا رحمته وفضل الكرم عليكم في الدنيا والآخرة راكم تورطوا أكلي صدقوا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الرأي الأول، فمن صدق الإف دخل الشك حتى سيدنا علي تورط كرم الله وجهه. قال كم فضل الله ورحمته بكم لمسكم فيما خبتم فيه عذاب أليم. شو مرحمك يا ربي وما نحبوش، كيفاش ما نحبوش ربي وهو لطيف بنا وهو من يبعد عنا الشرور لكي لا تلحقنا بشرها، العياذ بالله. إذا نعاود لولا جاءوا علي بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا ولن يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. كل مرة ونحب يورطونا في حرب، احنا لسنا الطلاب لها إلا ورب سبحانه يجعل مكرم يرجع لهم يرتدوا عليه، كما قلنا قانون البومرونج. أنت بالآلة ليك عند شكل هندسي معين ارميتها لكي تقارني أو تشويني أو تقضي علي، فإذا به جالك خلاك تعمى عليك لصدر عنك سيعود إليك ويعذبك شر تعذيب الدنيا وهذا العذاب الأصغر، وانتظر العذاب الأكبر ومدة الانتظار ماذا ترى من شرور وآفات عظام. فإذ لم يأتوا، وهذا واقع، إذ
أي وقع، فلم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه، أي من نقل التهمة دي الباطلة الإشاعة دي المغرضة، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه، هذا هنا يفصل لي، إذ تلقونه بألسنتكم. أمنا عائشة وقعت في الحرام، أمنا عائشة كل واحد قاعد يزيد الماء ولك يزيد وتقيق، حتى ما لا يحبوا يقضيوا على ظهور الإسلام في عالم الإنسان. لو تصوروا وكان مش فضل ربي ورحمته بنا كانوا يؤد الإسلام في كل لحظة، لك لحظة الكمبلو ذاك ما عاش تنادي بالإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تقريب في بداية غزوة بدر الكبرى، رفع يديه الكريمتين وقل يا ربي إذا كان هذه ستقهر وتغلب وتمحق لن تذكر بعد الآن ذكرا حسنا. معنى الدعاء هو شيء كبير جميل في جوامع الكلم وفي تنميق صحيح خرج من فم رسولنا الكريم عليه الصلاة والتسليم. إلى أمامك ما تجيبوا لعجيب التمثيليات، ما تجيبوش توصلوا لحوادث وقعت لصالحنا وفضحت حالكم المشؤومة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. من أين لك أنت الرأي الأول؟ تكلم وتعاون في العدو في مؤامرتي عليك، وهي مؤامرة مغرضة لدم تدمير القلة القليلة التي برزت في الأكوان بس تنقذ الإنسان والجان. وينك؟ وينكم يا ناس وقتها؟ يقول ربي إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم، ما عندك حتى حجة، سكر فمك. سمع والبصر واللسان مسؤول عنها ولا عنها كلها، ولازم حدك وعارف شو تفكر وكيف تطلق لسانك وكيف تبصر بعينيك وكيف تسمع بأذنيك. خلي بالك مسؤول راك، ماكش قد تحتب جبوات أنت منصوب إلى الإسلام بعضلة لسانك، لأن برهن على صدق ما توفاوهت به. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أقل شيء مش تقوم به ولا ألا تعين العدو في هذه المؤامرة. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك أي نسيك يا ربي أن يكون ما قاله الأعداء حقيقة لم يرأ فيها. أن نتكلم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الشهادة الوحيدة هي البهتان المبين، بهتان عظيم، أي سون دي بيور مونسونج. يعيدكم الله أن تعودوا، شوف ربي مرتب ما حسبها لكش الغلطة، شوف قداش ربي يصبر علينا، كيفاش ما نحبوهش، كيفاش ما نتيحوهش، كيفاش ما نشكروهش، كيفاش ما نخافوهش، ما نخافوهش لو المرة الثانية يعاقبنا شرع عقاب وتمشي فينا في الحشاشة في جهنم وبئس المآب. شبيكم يا ناس؟ يعيدكم الله أن تعودوا، أي ألا تعودوا، الوعظ يكزرت رسول ديبين بور نبار تومبي دو لمام فوت. أيوة، قال يعيدكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا. ما تفكر بس تمشي في الخط هذا المشؤوم العدائي المقصود من تدمير الأمة، وأن حجمها كان ضعيف صغير وعودتها
لا تذكروا ذكرا كبيرا. وما النصر إلا من عند الله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، هذا يقولها للي يدعون الإسلام بالباطل، أرى ربي ما فتئ يبين الآيات اللي عمت عنها كل الأجيال وكل أجناس البشرية والجنية. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، يعلم خير تلعون وأمر تخفى الصدور، وله الحكمة الخاصة به وحده. سي لا بانو دو ديو سيت ساجيس افيك ان غران اس. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، انت قاعدين تدمرونا في صغارنا، او البورنو او الصحف الموردة فيها محيات بالعمل الجنسية الآثمة ولا مجال. شكون فيكم ربي؟ ان الذين يحبون ان تشيع، دونك عندكم ان ديزير موربيد، عندكم رغبة شبه ميتة، تعرف سكرة الموت، تلمون تعاني كما أنتم تعانيوا، مش يبرز منكم، أنتم معاناه كبيرة، اللي يبرز منكم لا خير فيه، هو بذاته إلى الفناء كما وعد الله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يا بنو صهيون ويا كرب أرض الأقوام، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. انسوبورتابل، إيبر دولور، إيبر ألجيك، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا هذه، شوف الصورة هي متميزة بي، ولولا فضل الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم. أليس فما التناقض، فما التناقض؟ قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما نجوت من هذه المؤامرة الخسيسة، وأن الله رؤوف رحيم بخلق جميعا وأنتم في المقدمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وهذا الذين يدعون الإيمان بباطل يوم يتبعون خطوات الشيطان ويزيدوا فيها. قالوا تعرف علم، قالوا نزيد فيه، زيد فيه، زيد فيه من الشيطان، وارو من الشيطان، كيف تحب زيد فيه انت؟ شبيك تأخذها كان أو برومي دوغري، خذها أو دوزيام دوغري، زيد فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر أن يكشفه لك ربي العدو المبين الإنمي مورتان، يعطيك ربي كسكي الكاش، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم، دائما تتكرر، لولي ركزوا شوية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، والله لن نضب إلا بك الفضل لك والرحمة. المنان وحده هو اللي قال يسوقنا في الخيرات الجسام. ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، مع الناس حق بجن زكي أنفسنا، كنا خطأون، تحب ولا تكرز، والله سميع عليم، يعني مطلق في السماء ومطلق في العلم، لي تو أوديو et omniprésent et omniscient. Quand il y a présence, il n'y a pas de science. ولا يعتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا ربي حثنا على الإنفاق لوجهه تعالى، والمؤمنين المدعين الإيمان الآن من اللي ما يخرج منهم بل مليارديوات وتريليونات يحثيهم باش يثقلوا الغلول اللي ماشي يكدر عليهم وقوفهم عند الحساب. والسلام على من يخشون سوء المعاد.